خطط إندر تسير بأقصى سرعة. وفي نهاية الموسم الماضي أخبر إندر خالد أنه سيثبت ما فعله يلدز وأن صديقه مصفف الشعر سيخبره بكل شيء. لا يستطيع أن يخبر صديقته يلدز بأي شيء في وجهها، لكن إندر يتصرف بطريقة آمنة وسجل ما قالته المرأة. نجم تغضب لأن زوجها لا يصدقها وتغادر المنزل. من ناحية أخرى يضغط هاليت على مصففة الشعر، ومع ذلك تقول المرأة إن إندر أجبرها على قول الكلمات الموجودة في التسجيل وأنها تعرضت للخداع لأنها كانت تغار من يلدز. يذهب إلى يلدز ويطلب منه أن يعطيه المال مقابل عدم إخبار خالد أو زينب بالحقيقة. هاليت يرسل إندر وشقيقه بعيداً عن المنزل، يريد أن يتصالح مع زوجته. ومن ناحية أخرى لا يسعد الابن برحيل والدته ويتفاعل ضد والده. تترك يلدز باستمرار جهود زوجها للتصالح في الهواء، متذرعة بإنجاب أطفال في المنزل ووجود أندر وعدم تمكنها من الذهاب لقضاء شهر عسل أو حتى تناول عشاء خاص. لكن ما يريده حقا هو جعل هاليت يقبل الشروط التي يريدها من خلال وضع الخطط. من ناحية أخرى سئم خالد من كونه عالقا بين ابنه إندر وابنته يلدز. يجد إندر أنه من الناضج أن يتم طرده من هذا المنزل. يقوم على الفور بوضع خطة جديدة مع سنان. يخبرون زهرة عن سبب الطلاق، لكن بالطبع يغيرونه بما يناسبهم. من المفترض أن يلتقي إندر مع سنان الذي يحب زهرة بالفعل من أجل إرسال ابنة زوجته زهرة بعيدا عن المنزل، وكان يحاول تحقيق السلام بين الاثنين. من ناحية أخرى شوهت يلدز نفسها وسنان لأنها خططت للزواج من خالد منذ البداية. زهرة تعتقد هذا. من أجل جعل زهرة تتصالح مع والدها أندر يطلب من شقيقه إطلاق النار على سيارة ابنة زوجته، وعلى الرغم من خوفه الكبير يتم الإجراء. يتركون السيارة المحطمة بالقرب من منزل هاليت، وخليط الذي عثر على سيارة ابنته المحطمة يقاطع عشاء المصالحة مع زوجته ويبدأ في البحث عن ابنته. يصدق خالد أندر وسنان اللذين يخبران هاليت بالسيناريو الذي صنعوه بعد رؤية ابنته بضمادات مزيفة في المنزل. في اليوم التالي يعطي فرصة لابنته وزوجها اللذين جاء إلى الشركة ويدعوهما لتناول العشاء في منزله. في اللحظة الأخيرة جاءت زوجته السابقة زيرين ولال وأليهان غير مدركين لوجودهم إلى العشاء أيضا. بعد العشاء وبناء على إصرار الأطفال يذهبون للاستمتاع لمدة ساعة. في اليوم التالي تشكر زهرة إندر على التصالح مع والدها وقبول زوجها. على الرغم من أن إندر لا يريد أي شيء مقابل مساعدته في الوقت الحالي، إلا أنه بالتأكيد لديه خطة في ذهنه. في هذه الأثناء يسمح هاليت لابنه بالبقاء معه في عطلة نهاية الأسبوع. لقد حقق إندر تقدما كبيرا. من ناحية أخرى يحاول سنان بوقاحة الاقتراب من إندر مرة أخرى. نادر يبدو أنه لا ينسى أبدا أنها هي التي تركته في هذا اليأس أولا. يوبخ الرجل بشدة. تغادر يلدز منزل زوجها وتأتي إلى المنزل الذي تعيش فيه مع شقيقها. يتصل بزينب التي ذهبت للتو إلى أمريكا ويبكي ويخبرها بما حدث ويقول إنه يحتاجها ويتصل بها إلى تركيا. على الرغم من إحراجها من جيم، تعود زينب إلى تركيا من خلال شرح الوضع لرئيسها ووعدها بالعمل معا مرة أخرى عندما تعود إلى تركيا. يذهب إلى المقابلة لأنه يحتاج إلى وظيفة. يبدأ العمل كمساعد لرئيس متجهم في شركة نسيج عليها ديون. ينزعج أليهان عندما تذهب زينب إلى أمريكا، وبفضل الدعم الذي يتلقاه من هاكان يشتري تذكرة ويصعد على متن الطائرة للذهاب إلى أمريكا. اتصل هاكان بجيم قبل إطلاع الطائرة مباشرة، يخبرنا بعودة الفتاة إلى تركيا.
أليهان سعيد للغاية، ولكن عندما يعلم أن زينب ليس لديها نية للعودة إلى تلك الشركة مرة أخرى، يطلب على الفور المساعدة من هاكان لمعرفة ما تفعله الفتاة. بالمعلومات التي تلقاها هاكان، يذهب لإجراء مقابلة كمشتري في شركة النسيج التي تعمل بها زينب التي عليها ديون. تصدم زينب عندما ترى أليهان أمامها. من ناحية أخرى، يوجه خالد يلدز الذي يقول إنه مصمم على الطلاق إلى محاميه. تلعن يلدز خطتها التي تأتي بنتائج عكسية وتوقع بروتوكول الطلاق. أثناء مغادرة المبنى، يقوم عدد قليل من الأشخاص باختطاف الفتاة وأخذها إلى قارب. نعتقد أنه ربما كان القارب الذي كان على متنه هالت الذي أراد اختبار زوجته. يحدث قرار زواج زهرة المفاجئ تأثيراً صادماً في المنزل، بينما يصدم إندر من لقائه مع سنان، يحاول تبرئة نفسه والاستمرار في البقاء في المنزل. لا تستطيع يلدز تحمل موقف إندر المتسلط تجاهها وتبحث عن طرق لإحراج إندر أمام الجميع. إندر الذي لديه ضغينة ضد يلدز، لديه ورقة رابحة كبيرة للعب خطوته الأخيرة. بينما يواجه أليهان صدماته السابقة، يدرك أنه سيفقد زينب تماماً وعليه أن يتخذ قراراً. القرار الخاطئ الذي سيتخذه أثناء محاولته الفوز بعرض زينب وجيم المفاجئ سيضع العلاقة بين أليهان وزينب في طريق مسدود. زواج زهرة يفاجئ الجميع. كانت هناك صدمة عندما استقر إندر في المنزل. كان رد فعل يلدز، لكن خالد قال إنه كان عليه أن يفعل ذلك من أجل ابنه وأنه لن يسمح بالتشكيك في قراراته. من ناحية أخرى، يشعر إندر بنشوة النصر عند عودته إلى المنزل. عيد ميلاد ليلى جمع الجميع معاً. كما جاء أليهان إلى عيد ميلاد ابن أخيه والتقيا بزينب هناك. من ناحية أخرى، سنان صديقة إندر السابقة لديها زهرة في راحة يده. وبحسب خطته تم الاستيلاء على المنزل بسبب ديون زهرة. دفع هالت الدين، لكنه كان أيضا غاضبا جدا من زهرة. غادرت زهرة ولم تعد إلى المنزل. تعجب والده منه واتصل به وأرسل له رسالة واتصل به. كانت زينب على وشك ترك منصبها كمساعدة أليهان على أي حال، وأصبحت مساعدة المدير العام الجديد جيم. إنهم يتعاملون بشكل جيد للغاية، وتظهر زينب الاهتمام والمودة لابن جيم الصغير. ومن ناحية أخرى، يحاول أليهان الابتعاد عن زينب، لكنه مهووس بها.